يشيل الدرع تحتفون فيه في المسار هذا عاد انتم تساعدوا بعض، تبون تساعدوا بعض ولا بكيفكم. الفانتسي البرونزي اللي على رغبة الشباب كانوا 2 في نتيجة الأصوات هذا الأسبوع ونتيجة المشتركين هذا الأسبوع، وأنا ودي أقدم 2 من عندي، ممكن يكونون هم ممكن يكونون لا، سلمان بملهي وأحمد حنيف. 2 هذولا ممكن أنهم تساووا في عدد الأصوات، ولكن واحد تفوق بأقل من دقيقة، ولرغبة الشباب بنحتفل بالاثنين. في الفانتسي البرونزي لهذا الأسبوع هو أحمد وسلمان. برونزي من خلال هذا الأمر حصل سلمان بن ملاحي وأحمد حنيف على 1000 نقطة كفانتزي برونزي هذا الأسبوع.